السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ النهاردة هقدم لكم طريقة حلوة جدا لقلي السمك الكبير بكل سهولة. كل عليكي بتجيبي طاسة وبتسخني الزيت وبتقطعي التونة شرايح، بعد كده بتحطي شوية زيت قليلين مش كتار وبتهدي الزيت خالص، وبتحطي بقى ايه شرايح التونة دي بقى تنقل على الهداوة، بعد كده تشيليها تقلبيها من اليمين للشمال عشان تضمني اللي التونة كلها استوت. بعد كده بعد ما تقلي التونة هنعملها شرايح تانية، شرايح كده لو التونة كبيرة ومدورة نعملها شرايح كده مدورة. بعد كده نفس الحكاية، نهدي البوتاجاز ونقليه على هداوة، هتطلع معاكي بالشكل الجميل ده. طبعا هيكون انت متبلاها قبل كده، حاطه كمون وملح وليمون ومتبلاها. بعد بقى اما تطلعيها تصفاها من الزيت تحطها في الطبق، هتطلع معاكي بالشكل التحفه ده، هتبقى طعمها جميل جدا. دايما التونه الكبيره طعمها حلو، بتبقى كلها لحم. بعد كده بتجيبي تحطي عليها بقدونس وبهارات وكمون، وبتحطي ملح من فوق كده، وبألف هنا وشفا. طريقة أخرى للسمك الكبير، بتقطعي شرايح وبتحطيه كده على لوح خشب، وبترش عليه الكمون والملح، وبتحطي ليمون لو عندك غطا خل، وتحطي بتسيبي بقى التونة تتبل حلو جدا قبل ما تقليها برضو بالطريقة دي أو تشويها، بتبقى طريقتها جميلة. وممكن تعمليها صينية برضو في الفرن حلوة جدا. تعالوا بقى أوريكم نوع لحمة، ده نوع تونة لونها احمر جدا. التونة دي انواع يا بنات، في منها الفاتح والاحمر اللي زي كده. دي بقى ايه شرايح التونة، بترش عليها زعتر وبترش عليها حاجات وتتبليها، تبقى شكلها جميل وطعمها حلو. دي بقى لو عندك مكاريلا عايزة تفتحها وتشويها، بتفتحي التونة وبتحطي زي ما انت شايفه كده، وبتحشيها من جوه طماطم وفلفل وثوم. دي ناس اللي بتحشي دايما بتبقى التونه بتاعتها طعمها حلو. بعد كده بتخرطي الجزر، بتخرطي طرنشات كده وبترصيها فوق التونه، وبالف هنا وشفا. الحاجات دي بتفرق يا بنات. طبعا كلكم عارفين التونه المكاريلا بالذات فيها فيتامين د اللي مش هتلاقيه غير في الشمس والتونه. لو عجبكم الفيديو يا بنات ما تنسوش تدعموني بلايك وبشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم.